اخبار اليوم. عندنا حوالي 650 الف طن انتاجيه اتورط عندنا 27 طن. انا خليني اقول ان احنا عندنا نتكلم عن مشاكل الرئيسيه الموجوده ايه هي. بالنسبه للسعه التخزينيه بالمقارنه بالسنوات الماضيه احنا اعلى سنه تم توريد فيها اقماح كانت اقل من 160 الف طن كانت السنه الماضيه. نتوقع بعد المنظومه بتاعت الخبز وهي استكملت بالكامل مع نهايه السنه الماضيه نتوقع ان احنا الامور تختلف في السنه دي ويبقى يكون في توريد اعلى للاقماح. انت عندك مشكله في حد عندك بيمد يعني على الارض بيشوف الصور والموقف ايه والتسليمات شكلها ايه؟ في زحام مفيش زحام؟ ده ما عندناش مشكله زحام احنا اتورط 27 احنا المشكله الثانيه لو احنا زي ما متوقعين احنا في احتماليه ان الاجمالي اللي هيتم توريده هيكون اعلى من السنه الماضيه لو تعدى السعه التخزينيه الموجوده عندنا لازم نكون جاهزين ان احنا نكون بنطحن بالتوازي يومي واحنا عندنا حوالي سعه استهلاكيه حوالي 1300 طن في اليوم. انا يعني انت بتقول لي عندك السعه التخزينيه من 240,000 يا فندم 240,000 وانت السنه اللي فاتت اكبر كميه السنه اللي فاتت 260,000 اقل من 260,000 انا ما اعتقدش ان احنا حتى لو وصلنا ما هنوصل ل 200,000 في جميع الاحوال برضو احنا مش عايزين لو في استهلاك وفي مطاعم شغاله نطحن يعني ما يجراش حاجه يعني اكيد تمام طيب اشكرك طيب دلوقتي شكرا على المحاضره شكرا يا فندم شكرا دكتور كويس ده ما عندناش مشكلة زحام احنا اتورط 27 احنا المشكلة الرئيسية يا فندم هي حاجة أساسية واحدة إن الفلوس ما بتدفعش إلا عن طريق البنك يعني بنك التنمية هو الوحيد اللي بيدفع الفلوس للتوريدات اللي بتجيله أما شركة القبضة والمطاحن ما بيدفعوش غير بعد 3 أسابيع تقريبا ليه بعد 3 أسابيع؟ هو ده المعتاد بتاعهم وهو دي المشكلة اللي احنا بنعيشها كل مرة ليه المعتاد دي يعني ليه اللي خلى بالي ما هو المعتاد؟ ليه المعتاد في الموضوع؟ ما فيش فلوس اصلا. طب ما فيش شركة القبضة. لا ما هو مش هينفع كده، ما ينفعش ان هو الناس يعني كل الناس ليه؟ بس بيدفع خلال 48 ساعة. بالظبط يا فندم. بس تكلمهم سيادتك وانا هرجع تاني. يعني انا على الساعة مثلا 2:30 3 كده هرجع لك تاني. شوف الموقف دي، تكون سيادتك عرفت منهم هم ليه ما بيسددوش في خلال 48 ساعة 72 ساعة زي باقي الناس، زي البنك، مش معاه الفلوس ولا معاهوش فلوس؟ طيب، بترد عليا. إيه تاني يا معلم المحافظ؟ طبعا يا فندم دي بتعمل مشكلة كبيرة جدا موضوع دفع الفلوس ده لأن المزارع بيهتم إن هو يورد للبنك التنمية. طبعا. وبالتالي أنت بيهتم إن هو يورد 20% بس من الساعات التخزينية الموجودة اللي هم حوالي 40 45 ألف طن بس. اللي متاحين لبنك التنمية. طبعا يورد رجالة تدفع له بعد يومين ولا حاجة. بالظبط كده. إنما مش هيورد رجالة تدفع له بعد 3 أسابيع. بالظبط كده يا فندم. ماشي. طيب أنت ليك ناس على الأرض. طبعا.